يلا نبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل ما أبدأ في السلايد وأتكلم معاكم، مش منفصلة قوي، يعني ممكن نقول عليها خطوات، لكن هنستعين بيها في المحاضرات اللي فاتت. يعني هي مش محاضرة منفصلة، أنت خطوات، لكن هتلاقينا بنجيب سيرة النقط اللي فاتت وهنستكملها برضو المحاضرة القادمة إن شاء الله. فهي مش محاضرة منفصلة. لو محاضرة منفصلة بتعتمدش على أي معلومة قديمة، لكن حضرتك ما حضرتش بكده. بص والله، طب أنا هقول لك حاجة، اقعد معانا شوية ممكن تلاقيها شبه منفصلة. أنا حتى قلت للناس كده، فاسمع لو الدنيا ماشية معاك. يعني إيه شبه منفصلة؟ خطوات، فإحنا هنجيب الخطوات من الأول للآخر. في بعض المعلومات في النص قلناها، يمكن تكون المعلومات دي إن شاء الله نشرحها بطريقة مبسطة بحيث إن حضرتك تفهمها معانا. إحنا بيهمنا طبعا أي حد يقعد معانا ويبقى يشرفنا، يعني ربنا يكرمك. العفو، ربنا يبارك فيك. تمام، عليكم السلام. طب يا جماعه، انا ايه، انا مش هبص على الشات شويه بقى عشان ايه، اكلمكم كلمتين. عايز دايما افكركم وافكر نفسي، محاضرات الاداره، يعني انا بتكلم معاكم بصوت عالي كده، محاضرات الاداره مش رياضه، مش واحد زائد واحد يساوي اتنين. محاضرات الرياضة مش الإدارة قصدي، مش مجموعة كي بي آي تايبس وكي بي آي سيليكشن ومش عارف الكلام ده. جماعة دي أدوات وتولز أنت بتحاول تعرفها، لكن من الآخر اللي أنا بهدف ليه واللي أنا عايز نبقى إحنا عايشينه هو الحس الإداري. يعني إيه الحس ده؟ الثقافة الإدارة نفسها اللي إحنا بنتكلم فيها. عشان كده دايما كنا بنبعت مناقشات، وده الأهم، كونك تعرف بس أهمية حاجة اسمها الكي بي آي، أهميتها في حياتك، أهميتها لو أنت فتحت تريننج سنتر صغير، قلت هعمل بروجكت، مشروع، هعمل تريننج سنتر. ما تشتغلش صح طبعا يا جماعة، أنا بقابل بقى تريننج سنترز جميلة جدا، يعني لا بيهتموا لا بكي بي آيز ولا بيهتموا بتوثيق مستندات ولا أي حاجة في أي حاجة. فاللي أنا عايز أقول أنت، أنا إحنا عايزين ندوق الإدارة. كل اللي انا هديه لكم ده مش معناه ان انت خلاص طالع بقى يعني معاك كل الكي بي ايز، لا لا لا، كلام مش كده. كلام ان احنا بنتفهم ايه معنى مؤشرات الاداء الرئيسيه، ازاي احنا كاداريين تاثيرها في الاداره ايه، تاثير ظهور الرقم، قياس الاداء اقيسه ازاي، طب الادوات بتاعته هي ايه، طيب ايه العوائق اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، طب يعني ايه بطاقات الاداء المتوازن. طيب انا لما اسال كده اقول بطاقات الاداء المتوازي، مين يعرفها لي او مين يوصفها لي؟ ممكن حد يرفع ايده؟ عايز معنى، مش حد حافظ، عايز حد بيقول كده من دماغه. ممكن حد يرفع ايده والباشمهندس احمد يختار، عشان انا مش هعرف. تمام، مهندس وليد اعتقد. السلام عليكم هندسه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. بس يعني أنا شايف بطاقات الأداء المتوازن هي يعني بتخلينا إن إحنا نبص للكي بي آيز من أكتر من منظور، بحيث إن أنا لو أنا بصيت للكي بي آي من منظور واحد، قد يكون إن أنا يعني بجهل منظور تاني يكون تأثيره يعني عكسي على المنظور التاني، يعني أو على منظور آخر يعني. جميل. يعني احس انها نظره شموليه على الاي بي اي كلها مع بعض. جميل، كمان نظره شموليه على الاهداف، على الاوبجكتيفز، الاهداف اللي بيطلع منها كي بي ايز، وازاي ارتباطها ببعضها. يعني عارف النهارده لما اكون انا في المؤسسه وعايز يعني اشوف الصوره كامله او اقرا الصفحه كامله، هقراها من بطاقات الاداء المتوازن اللي بتقول لي الهدف الفلاني عليه 2 3 كي بي ايز بيحققوه، والهدف الثاني والهدف المالي بيأثر في الهدف مثلا بتاع الليرنينج او بتاع الكاستمرز او whatever. النقطه ايه فهو عباره عن ربط استراتيجي لايه، لكل اهداف الاستراتيجيه للمؤسسه، بالاضافه ان هو بيبقى بالنسبه لنا عامل زي بالظبط احد ادوات التخطيط الاستراتيجي اللي بيخليك في وضوح شايف الدنيا فيها ايه. تمام كده، الله ينور يا شمسي. تمام. طيب يعني لما اتكلمنا كمان ان في حاجه اسمها رؤيه ورساله واهداف وكي بي ايز وانيشيتيفز او مبادرات، واخد بالك؟ فكل دي نقط انت تبقى عايز تعرف
انا بعمل كوركتيف اكشنز ازاي لما يظهر جاب بين ايه، بين التارجت اللي انا المفروض احققه وبين اللي حققته فعلا، لازم ان انا اخد كوركتيف اكشن. وهو ده برضو هدف مهم جدا جدا من اهداف الكي بي ايز او مؤشرات الاداء الرئيسيه. اتعرفنا على ما يسمى باللوجيك موديل او النموذج المنطقي. النموذج المنطقي بيقول لك والله انا عندي انبوتس مدخلات، عندي بروسيس، عندي اوتبوتس، عندي اوتكم. طب هدفه ايه؟ قال لك والله هو بيبقى بالنسبه لنا بيعمل ربط ما بين الاهداف الاستراتيجيه واهداف التشغيل اللي موجوده عندي. وطبعا ده برضو بيعمله جزء من بطاقات الاداء المتوازن. فكونك بقى انك انت تبقى فاهم الامر ده وعارف ان انا اللي انا باخده ده خطوه من الخطوات، وان دايما ده في دايما بقرا عن الاداره، بقرا عن الكي بي ايز، واربط ما بين الكي بي ايز وما بين الخطيط الاستراتيجي وما بين الكي بي ايز والبروجكت مانجمنت والكي بي ايز والسيلز كي بي ايز والماركتنج، كل دول هيدخل فيهم، هيبقى عامل مشترك هو الكي بي اي. ف النظره بتاعتنا لازم تكون نظره اداريه بحته، لازم تكون احنا اللي هناخده ده مش واحد زائد واحد يساوي اتنين، انا مش بجاي احفظك كلمتين تقولهم وخلاص، لا لا لا، ده كل ده احنا بس بناخد اطلاله على عالم مؤشرات الاداء الرئيسيه علشان يبقى عندنا تذوق اداري، بحيث لما انت تكون في يوم من الايام عندك مكان تبدا تقول والله انا عايز اعمل فيه كي بي ايز، عايز اعمل مؤشرات اداء رئيسيه او كي بيرفورمانس انديكيتورز. هو ده النقطة اللي أنا بس حبيت أتكلم عليها، لأن الناس كتير بتحب تاخد المباني. يعني إيه المباني؟ تحب تحتاج، يعني يهمها أو دايما تاخد المبنى. لا يا جماعة، في حاجة اسمها المعنى، يعني خد معنى الحاجة. يعني يا جماعة النهاردة لما أقول لحضرتك إن في كي بي أي اسمه ريتيرنينج كاستمرز، يعني الناس اللي هم اللي رجعوا تاني أو اللي عادوا تاني، طيب هتلاقي ممكن تكون عندك في المؤسسة مؤشر تاني بيقيس النقطة دي. فانت مش دايما لازم تاخد نفس الحاجه. طب عندي مثلا التمبلت دي بالانجلش، طب انا ممكن عندي شغل يكون بالعربي، واتيفر الموضوع ايه. طيب انت المهم عندك ان يتحقق المعنى، مش قضيتك ان انا احتفظ بالمباني واقعد اتنطط او مش او دايما اذكر يعني مثلا لو انا بتكلم في البروجكت مانجمنت او البروجكت شارتر، طب يا عم مفيش مؤسسه حاجه اسمها بروجكت شارتر، مفيش حاجه اسمها وثيقه المشروع، تعمل ايه؟ لا، اعمل كاستمايز للمعنى اللي موجود، افهم المعاني اللي موجوده وتشكيلها بقى على حسب كل مؤسسه وعلى حسب كل مكان بيبقى موجود فيه الكي بي ايز. طيب في حاجه كده اسمها الـ الـ او او المكتب التخطيط الاستراتيجي، هو ده اللي بيقعنا دايما بالكي بي ايز في الاماكن كلها، الاستراتيجيك مانجمنت اوفيس. ده دايما هتلاقي ان هو اللي ماسك الاستراتيجي بتاعت المؤسسه، وهو اللي بيرسم الخطط الاستراتيجيه اللي موجوده، وهو اللي بيحط الكي بي ايز، وهو اللي هيشتغل شغل النهارده، هو اللي هيكون العقل المحرك لشغل النهارده اللي احنا هنعمله الخطوات بتاعتنا علشان نعمل الكي بي ايز. نبدا مع سلايد 2. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا ثلاث مراحل للتعامل مع الكي بي اي او مع مؤشرات الاداء. بدايه علشان نعمل مؤشرات اداء في مكان ما، شركه سياحه قالت لنا يا جماعه احنا شركه سياحه كبيره جدا، بنتعامل مع ايجنتس كتير، وعندنا مجموعه فنادق متعاقدين معاها، وعندنا شركات سيرفيس لينا، وعندنا 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 وعندنا. طيب يا جماعه عايزين انتوا كشركه سياحه نعمل لكم كي بي ايز او مؤشرات اداء رئيسيه. حاجه زي كده ده يعتبر بالنسبه لنا بروجكت، انك تروح مكان وتعمل فيه مؤشرات اداء رئيسيه، ده اسمه ايه؟ بروجكت. طب هو ليه بروجكت يا جماعه؟ ليه اسمه بروجكت؟ ليه ما نسميهوش اوبريشن؟ مين يقول؟ في حد مش سامع الصوت؟ مهندس هاني ليه اسمه بروجكت؟ إذا عشان هي ليها فترة معينة، تعريف البروجكت ان هو دي ليميت تايم. بالظبط كده. لا بالظبط، الله ينور عليك. له بداية وله نهاية، مانسانة. الله ينور عليك منصورين. شكرا. الله ينور عليك. لأنه بيبتدي في وقت وبينتهي. يعني أنا تمام. بالظبط. يبقى هنا
احنا بنتكلم على النقطه دي. طيب بدايه اصلا، وانا عايز بس اشتغل بالاول، اول نقطه طبعا انا محتاج النهارده انا كبزنس او كمكان شركه السياحه اللي موجوده علشان ابدا اشتغل الكي بي ايز. في حاجه يا جماعه، في حد عنده الصوت مش شغال؟ الصوت شغال ولا لا؟ طيب جميل. بداية أنا لازم الأول بعرف أو بعرف نقاط القوة والضعف في ما يسمى بالـ SWOT Analysis. SWOT Analysis اختصار لـ Strength, Weakness, Opportunity, Threats. يعني أنا النهاردة لازم الأول قبل ما أبدأ أشتغل خالص لازم أعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي علشان أبدأ أعمل عملية تخطيط استراتيجي، ثم بعدها أبدأ أشتغل على الـ KPI Selection أو Facilitating للـ KPI هشتغل عليها إزاي. عندنا ثلاث مراحل للكي بي اي سيلكشن او ان انا اعمل كي بي ايز. اول نقطه هو ان انا بعمل بريبير للكي بي اي سيلكشن. المرحله الاولى هي مرحله الاعداد لاختيار مؤشرات الاداء الرئيسي. في المرحله الاولى هي مرحله اعداد، يعني هبدا اعمل عمليه الاعداد. مش فاهم يا جماعه مانس روماني، ايه المشكله؟ مش فاهم. سامع صوتي؟ طب لو حد عنده مشكله، حد يقول له يا جماعه يتعامل معاه، بس لو حد عنده مشكله فرديه يبقى هي عنده هو، مش تمام بلاش. تمام. طب خلاص يبقى حد ايه يتعامل معاه يا جماعه بس. ثم الخطوه الثانيه ان هبدا اعمل فاسيليتيتنج، يعني هبدا اعمل عمليه. الله يكرمك يا باشا، ربنا يبارك فيك مانس روماني. بدا اعمل فاسيليتيت او القيام بالاختيار مؤشر الاداء الرئيسي. النقطه الثالثه ان هبدا اتابع اختيار مؤشر الاداء الرئيسي. هو السؤال. يا جماعه الصوت بيقطع ولا تمام عند الناس كلها، عند معظم الناس؟ لو بيقطع قولوا لي، لو الكي بي اي فيه مشكله يقولوا لي. تمام. يبقى التقطيع يا جماعه عند بعض الناس، يبقى هم ايه المشكله عندهم مش عندنا. طيب هنا انا بسال سؤال، هنا سؤال تاني. انا عملت خلاص كي بي ايز، انا ليه بتابع الكي بي ايز؟ ليه بتابع الاختيار؟ مين يقول لي ليه بتابع اختيار الكي بي ايز او مؤشرات الاداء الرئيسي؟ ارفع ايدك كده. تحديث مش ده المقصود بالتحديث، لا ده غير التحديث، عايز يبقى كل فتره ومرجدت. لا انا مش هعمل كده، انا بتابع. طيب حد يرفع. تمام نشوف. ماشي تمام. حد طب افتح كده يا باشمهندس احمد. اتفضل يا فندم. مهندس عاطف اتفضل. اتفضل. السلام عليكم مهندس محمد. حبيبي ازيك يا باشمهندس عاطف، عامل ايه؟ داتا هندسه بتاكل بتاكل سبب يا احمد. ده عندي مشروع اكيد ليه بدايه ونهايه، لازم اتابع المشروع بتاعي. تمام بالظبط. لا النقطه لا نقطه المتابعه. بتابع ليه اختيارات؟ انا اخترت خلاص شويه مؤشرات اداء، اخترت عندي مثلا، اخترت خلاص الارباح، اخترت المعدل مثلا الوصول في المواعيد بالنسبه لي لو انا شركه سياحه. تمام. ما احنا قلنا باشمهندس ليه بتابع بقى؟ ما احنا قلنا فندم ده حضرتك ده مشروع، فصح انا المشروع بتاعي ده. لا فاهم بالظبط يعني. طيب تمام. ممكن اقول يا باشمهندس؟ اتفضل يا فندم. انا بقدر اقيس او بحتاج ان اقيس مؤشرات الاداء عشان اتحقق من تحقيق الاهداف اللي انا ارجوها من هذا المشروع او من هذا المنتج. يبقى انا بقيس معيار نجاح، بقيس تمام كده. تمام كده. بص ان انا اخترت، يبقى اتاكد ان انا صحه المؤشر نفسه يا جماعه. يعني القصه مش قصه ان انا هتاكد من ان انا حققت المستهدف ولا لا. خلي بالك انا بختار المؤشر مش بختار المستهدف.
الهدف بتاعي هو ان انا فعلا اخترت مؤشر صحيح. حكيت لكم قبل كده لما مثلا في مثلا بنقول ان احنا عايزين ناخد متوسط الحمل بتاع مثلا محطه كهرباء، يعني ايه احمال 24 ساعه، فعايز اقول في اليوم الواحد مثلا انتجت 1000 ميجا، فعايز اقول في الساعه متوسط الحمل، رحت اقسمها على 24 وقلت ان هو ده بقى الاي كي بي اي بتاعي، بقسم على 24. بس لما جيت اشوف لقيت نفسي ما اشتغلتش غير 10 ساعات. اذا الكي بي اي ده ما بيحققش الهدف، ما بيقيسليش التشغيل الفعلي للموضوع، فانا اخترت مؤشر غلط ما بيحققش الهدف. فهي الفكره هنا اني اتابع المؤشر ده. في يا جماعه حاجه بيسموها الفيك كي بي اي. ايه معنى الفيك؟ ايه معنى الفيك كي بي اي؟ انك تعمل كي بي اي، كي بي اي ما بيقيسش، الكي بي اي بتاعك مش بيحقق الهدف بتاعه زي ما انت قلت كده بالظبط. انما نقطه بقى هو هتابع المستهدف ولا لا، الله ينور عليك، ملوش لازمه، ما بيقيسش، فولس، غلط، بيقيس غلط، بيقيس حاجه ثانيه خالص. انا فرحان مثلا ان مثلا بقول انتظام انتاجيه الناس فبقيسها، افترض بقول انتاجيه الناس بالحضور والانصراف، واحد بحط رجل على رجل، ده الناس بتيجي بالظبط، عامل لهم جهاز بصمه، وفي الاخر الحضور والانصراف هيبقى زي الفل، وبعدين اوبا مفيش حاجه، ده مش مقياس اصلا، لان هو مش ريزلت اند، ما بيطلعش نتيجه. لذلك الشركات النهارده لما اكتشفت فجاه كده، اكتشفت ايام الكورونا ان في مهن كتير تشتغل من بيوتها، فهنا بدا يقول لك لا ده مقياس الحضور والانصراف لم يعد هو المقياس اللي انا اقيس بيه. طبعا على حسب المكان، عشان برضو ما ايه ما نثبتش الامور، على حسب المكان ما بيقيسش الهدف، ما بيقيسش، ممكن يكون بيقيس هدف معين. ماشي، واضحه؟ طيب يبقى هنا دي كانت النقطه بتاعت ان انا هبدا عمليه المتابعه. نبدا مع بعض ونشوف اول حاجه بقى. احنا يا جماعه رحنا شركه السياحه دي، قلنا عايزين نشتغل. طيب انتوا محتاجين ايه؟ يا ترى ايه الادوات اللي هنشتغل بيها؟ عايزين نشتغل على الاهداف، عايزين نعرف منكم الاهداف. طيب احنا يا جماعه هنشتغل على حاجه، نقول لكم المكتب الاستراتيجي ده هو راح يقول لهم احنا او مكتب استشاري من بره رايح عشان يعمل لهم خطه استراتيجيه ويعمل لهم كي بي ايز. فاول حاجه بيوضح ايه العدد والادوات اللي هيستخدمها. فاول عده هيستخدمها هي بطاقات الاداء المتوازن عشان يعرف منها الاهداف. اكيد طبعا لازم يكون تيلور او يكون مناسب للمكان. الله ينورك. ايه لوحه التحكم اللي هي الداشبورد بتاعتي عشان هبدا اشتغل بيها العمليات. القضيه اللي بقول عليه انك بتحدد من الاول ادواتك. تاني حاجه بتحدد المسار، يعني النهارده هشتغل كام ورشه عمل، ومين اللي هيشارك في الورشه دي، وفي جماعه حاجه اسمها الجرين لايت ديسكشن. يعني ايه الجرين لايت ديسكشن؟ اللي هي بيسموها البرين ستورمنج، اللي هي ما باخدش فيها قرارات. كام واحد يكون جرين لايت ديسكشن، ومين المشاركين؟ وفي حاجه تانية اسمها ريد لايت ديسكشن، مناقشه بقى ايه عشان نختار بقى فعلا مؤشرات الاداء، مش عشان نعمل برين ستورمنج ويبقى عندنا مؤشرات اداء كتير، لا احنا يبقى عندنا بالظبط نحدد مؤشرات الاداء. فانت لازم تكون عارف الستبس والخطوات وهشتغل ازاي وايه الادوات اللي انا هشتغل بيها علشان في توضيح النقاط او نطاق العمل. نبدا بعد كده نتكلم بعدها السلايد اللي بعدها عن اول نقطه وهي مصادر الاختيار. يعني انا لما هاجي اختار يا ترى ايه الكي بي اي سورسز او السورس بتاعتي او مؤشرات الاداء اللي انا هختار بيها الكي بي اي. اول مؤشر اداء عشان اختار بيه الكي بي اي هو ورش العمل، الورك شوبس. ورش العمل دي زي ما احنا شايفين حتى في الشكل اللي موجود بنقدر نقسم الناس لجروبات. في ورش العمل نقدر نشتغل على ستيكي نوتس ونقسم الجروبات، نحط اهداف ونبدا نقول للناس اقترحوا مجموعه كي بي اي حطوها تحت كل هدف. نستخدم ادوات كتيره زي النومينال جروب تكنيك، نعمل جروبنج. يعني ايه جروبنج؟ مجموعات، نقسم الكي بي ايز على شكل مجموعات. فورش العمل هي المصدر الاول. مين هيحضر معانا في ورش العمل؟ الموظفين والعملاء، كل دول هيبقوا موجودين معانا. فالمصدر الاول من مصادر الاختيارات علشان نختار في مؤشرات الاداء الرئيسيه، ان احنا لما تروح ونقول لبتوع شركه
السياحة لازم نعمل مجموعة من ورش العمل، نقعد مع بعض ونختار. طيب ينفع كده وانت قاعد في بيتك تختار؟ لذلك في ناس كتير قوي تيجي تكلمني تقول لي ايه مش مهندس، يا ريت كده تقول لي على مؤشرات اداء للاندستري الفلانيه. طبعا ده ما ينفعش، ده كلام مش صح اصلا. لازم اللي بيقوم بالشغل هو اللي يكون له راي. طب انا النهارده لما هشوف بروسس بيعملها واحد معين، ايه بروسس؟ في واحد بيشتغل في اداره اسمها اداره متابعه رئيس مجلس الاداره. ايه ده؟ الراجل ده بيجي له الموضوع، وبعد ما بيجي له الموضوع بياخد الاجراء بتاعه. طب انا عايز اراقب اداؤه، طب انا فاهم في اداؤه ايه؟ مين يقدر يشتغل في ورشه العمل في النقطه دي؟ اكيد الراجل اللي شغال في المكان هو اللي هيكون عنده القدره على انه يقدر يحسب الكي بي اي، او يقول مؤشر الاداء الطبيعي اللي يقدر يحسب بيه الموضوع. فلذلك ورش العمل هامه جدا ومصدر يعني مهم جدا من مصادر اختيارات لمؤشرات الاداء الرئيسيه، مش انك انت تجيب كي بي اي اون شيل، تجيب بقى من شركه ثانيه ويقول لك يا باشا خد بقى اتفضل يا باشا. فهنا ورش العمل مهم قوي، ما هو هيكون في ورش العمل خبراء في المجال وناس من المكان، لازم يكون ده ويكون ده. ناس من المكان، لان خلي بالك النقطه في ايه بقى في الحته دي؟ لو ناس من المكان بس طبعا يحاولوا يعني يفرضوا بقى الكي بي ايز اللي هم عايزينها ويحطوا التارجتس اللي هم عايزينهم والى اخره. لا، انت محتاج خبراء من اماكن ثانيه يكونوا موجودين معاك ويبداوا نقاش حول كل تاسك موجود، حول كل هدف وكيفيه تحقيقه، حول الهدف ده فعلا اتحقق ولا ما اتحققش، هل مؤشرات الاداء دي شغاله معانا ولا لا؟ وابدا يبص على الاهداف. طب الهدف ده هدف الارباح مثلا، هل مثلا العائد بتاعي هو يحقق لي هدف الربح ده ولا لا؟ فابدا اشوف ان انا النقطه دي. فهنا كل ده هيظهر من خلال ورش العمل، هتكون مصدر الاول من مصادر الاختيار لمؤشرات الاداء الرئيسي. المصدر الثاني، البهوات، البورد او مجلس الاداره. مين يقول لي بقى يعني دول هيفيدوني في ايه؟ هل دول يحضروا معايا ورش العمل؟ مين يقول؟ طيب اتفضل، مجلس الاداره يحضر معايا ورش العمل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. طبعا مش هيحضر ورش العمل، هو هيدينا الاهداف الاستراتيجيه اللي مطلوبه خلال المرحله اللي احنا فيها للشركه، فبالتالي بناء عليها نحط الكي بي اي بتاعتنا يعني. تمام الله ينور عليك. هم حددنا الاستراتيجيه اللي احنا المفترض نمشي عليها في الشركه والاهداف، فبالتالي نحط عليها الكي بي اي. تمام بالظبط. تمام بالظبط الله ينور عليكم. يعني من الحاجات الهامه جدا ان هو المدير التنفيذي او الناس اللي فوق دول ما يشاركوش في ورش العمل. دول بعد ما يجتمعوا مع بعض يعرفوني، هذا معناه مقابلات، انما ما يقعدوش معايا في ورش الاعمال دي، خاصه مع الموظفين. يعني تخيل مثلا 2 مجلس اداره مع 3 موظفين او اداريين، لا ده ما ينفعش. فالناس دي انا باخد منهم زي ما انتوا قلتوا كده بالظبط الاهداف الاستراتيجيه للمؤسسه، باخد منهم القوه بتاعتي كمؤسسه بتشتغل ازاي وعايزه ايه كمؤسسه. ايه بقى تالت حاجه او النقطه الثالثه او مصادر الاختيار؟ الاداره بقى. دي بقى بعمل بيها ايه؟ مين يقول؟ الاداره اللي هي دي باخد منها ايه؟ اتفضل. الاداره هتدينا السبورت، هتدينا اليه التنفيذ، اليه تنفيذ الاستراتيجيه اللي حطتها الاداره العليا. حسب كل اداره بقى هي الجزئيه بتاعتها هتعمل ايه، يعني احنا يعني الاهداف دي ايه الجزئيه اللي تخص كل اداره عشان تنفذها، تدينا البروسيس هتعملها ازاي، يعني هتنفذ ازاي الاهداف دي. جميل. اهداف التشغيليه، ممكن نقول اهداف التشغيليه او هيبقى الجزء بتاع البروسيس نفسها تمشي ازاي، تدعيم زي ما انت قلت، سبورتنج.
انهم عندهم جميع الاهداف التشغيليه اللي موجوده. يعني النهارده لما بنقول اللي هي الاهداف الفرعيه فعلا من الاهداف الاستراتيجيه اللي هي المفروض يسموها الاهداف التشغيليه يعني على حسب المسميات. فالنهارده مثلا لو انا بتكلم في اداره مصنع فاداره المصنع هيبدا تكلمني عن ازاي بيحقق الجوده واهداف الجوده ايه، اهداف التشغيل ايه، اهداف الصيانه ايه، الى اخر النقطه دي. استاذ درار اتفضل يا باشمهندس. استاذ درار اتفضل. اتفضل يا استاذ درار. استاذ درار كان رافع ايده، ممكن وانصح ما تفتح له. ممكن بس باشمهندس درار تفتح المايك. السلام عليكم. عليك سقط استاذ درار، ازيك يا باشا؟ كمان اضافه للكلام اللي قالوه زملائي وكمان كلامك يا باشمهندس، الاداره بتعمل لك ربط ما بين الاداره العليا وما بين الموظفين في الخطه الاستراتيجيه. صحيح. بتوضح الامور اللي عايزها الاداره العليا من الموظفين في الشركه. الله ينور عليك. اللينك اللي موجود ما بين الموظفين وما بين الاداره. الله ينور عليك. تمام. وهذا اللي بنوصل فيها في الخطه الاستراتيجيه لمرحله اسمها مرحله التناغم. بالضبط البرفورمنج. تمام صحيح. الله ينور عليك. الله ينور عليك. جميل، كلام جميل جدا. فالاداره فعلا هي حلقه الوصل اللي ما بين التيم او ما بين الموظفين الانجليز وما بين التوب مانجمنت او البورد اللي هم اللي معاهم الاهداف الاستراتيجيه. في هنا هيكونوا مصدر مهم جدا وانت بتشتغل، هتروح تقول يا جماعه فين اداره الجوده؟ فين اداره كذا؟ فين اداره المصنع؟ فين اداره المشتريات؟ فين اداره الاداره الماليه؟ كل دول انت هتقعد معاهم، كل دول هيبقوا مصدر من مصادر الاختيار اللي عندك وانت بتختار مؤشرات الاداء الرئيسيه، خاصه لما هتبدا بعد كده تنزل للمؤشرات اللي تحت. طيب ايه تاني؟ هيستوريكال داتا او ما يسموه بنسميها بالبيانات التاريخيه. انا لازم الاول اعرف بقى انت كنت شغال ازاي، لان بياناتك اللي فاتت هتقول لي والله انت البيانات دي فيها ايه، او ايه الداتا اللي عندك وايه الانفورميشن اللي عندك. وهنا بس بسال سؤال كده، ما هو مش معانا بس نسال سؤال، ايه الفرق بين الداتا والانفورميشن؟ تمام اتفضل يا فندم. باشمهندس محمود ممكن تفتح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود ازيك؟ الداتا هي اللي بيسموها الرو ماتيريال او الرو اوبزرفيشن، يعني هي حاجه خام ما تقدرش تاخد عليها قرار. حاجة انتهت في تاريخ كذا، ده ما يعنيش ده كويس ولا وحش، حاجة خلص منها قد كده نفس الشيء. لما بيتعمل عليها أناليسيز أو تحليل أو شغل وإجراءات نبدأ نوصل منها للإنفورميشن اللي ممكن تساعد أو تقرب من اتخاذ القرار. وطبعاً الإنفورميشن لو اتجمعت بتديني الروبرت أو التقرير النهائي يعني. فهي الداتا حاجة خام ما نقدرش نستفيد منها، والإنفورميشن بعد التحليل وأقدر أستفيد منها وأخذ قرار على أساسها يعني. جميل. الداتا طبعا بالنسبه لي تبقى القاعده بتاعتي اللي انا باخد منها وبعملها بروسيسنج وابدا اطلع منها ما يسمى الانفورميشن. لو انتم فاكرين النماذج كان في شيت كده، الشيت ده اللي فيه كل البيانات، بالنسبه لي بيسموه قاعده البيانات، اللي المفروض ان انا ببدا اعمل لها بروسيسنج وادخل فيها مجموعه الاناليسيس بقى بتاعتي اللي انا عايز اعملها، عايز اخلي فيه انفورميشن، فيه معلومه النهارده صرفت قد ايه في وقت قد ايه، فاخد دي بالنسبه لي معلومه. فالكي بي ايز بالمعنى ده، الكي بي ايز في الغالب هتكون معلومات ام بيانات؟ بالظبط، كي بي ايز تكون معلومات ولا بيانات؟ بالظبط هتكون ايه؟ معلومات. تمام، في الغالب هتكون انفورميشن. تمام يعني هو بيقول لو مفيش داتا طبعا بشتغل من الاول، فانا احط كي بي اي عشان تديني الداتا اللي عندي او البيانات اللي عندي قبل كده. طبعا احنا بنتكلم في في في
في حاله ان انت رايح مكان شغال فعلا شركه شغاله فعلا تبدا تجيب الهيستوريكال داتا بتاعتك واقول لك والله انت استقبلت كام فوق سياحي السنه دي السنه اللي فاتت انت كنت عامل كي بي ايز فابدا اقول لك كام فوق سياحي طب انت كام واحد جم طب صرفت قد ايه طب اتعاقدت مع كام فندق طيب سافرت مع كام شركه طيران طب كام بلد انت اشتغلت معاها سياحه لا كله فهتبدا تاخد كل الكلاينتس بتوعك وتاخد بياناتهم وتبدا تحاول تعمل لهم الكي بي ايز بتاعتهم من خلال البيانات التاريخيه اللي بتقول لك والله الهيستوري بتاعك كان شكله ايه بالظبط. طيب اللي بعده كمان شونس دي بقى حته مهمه قوي ما يسمى بالستاندردز بتاعت الاندستري نفسها مواصفات الصناعه. كل صناعه في الدنيا ليها مجموعه مواصفات. يعني لو بتكلم عن الاندستري اللي انا شغال فيها منظومه الكهرباء او محطات توليد الكهرباء عندنا اندستري كده عندنا حاجه اسمها كفاءه الوحده او كفاءه المحطه. عندنا في مواصفات الصناعه نفسها الاندستري حاجه موجوده اسمها جرام على كيلو وات ساعه حاجه اسمها الافيلابيليتي. ففي كاندستري نفسها ليها ستاندردز معينه بتحرص على ان هي نعرف الكفاءه اللي موجوده نعرف الدقه اللي موجوده نعرف مليم على كيلو وات ساعه. كل دي عباره عن حاجات موجوده في الستاندردز بتاعت الباور بلانتس او البروجكت باور بلانتس بتاعتي او محطات التوليد الكهرباء. هكذا في كل اندستري في قطاع السياحه هتلاقي ان له مواصفات في هذه الصناعه اللي موجوده معايا ان لازم في مواصفات الصناعه اللي موجوده اللي هتولد كي بي اي. مواصفات الصناعه في شركات السياحه ان هي المفروض تكون التامين الشامل لكل السياح اللي موجودين معايا فدي جزء من مواصفات الصناعه نفسها. ان هي تكون ليها رصيد في البنوك مثلا في اماكن معينه ان هي تكون ليها عملاء في اكتر من مكان مواصفات الصناعه نفسها يكون لها اتوبيساتها الخاصه نفترض ان لازم يكون في مواصفاتها انها تكون مقدره الاتوبيسات. كل دي مواصفات للصناعه شامله الاندستري اللي انا شغال فيها. لو انا هتكلم في سياحه لو انا هتكلم في مطاعم لو انا هتكلم في اي تي بروجكتس لو انا بتكلم في كونستراكشن بروجكتس بتكلم في باور بلانت كل واحده من دول مواصفات الصناعه نفسها هي اللي هتحكم عليا ان انا ازاي استفيد واختار مؤشرات الاداء الرئيسيه الخاصه بي. الايزو لا احنا بنتكلم المواصفه يا فندم مش المواصفه هاخدها واطلع منها كي بي ايز انما هي تشمل طبعا فيها في موجود فيها كي بي ايز الايزو. لما الايزو بصفه عامه لا هي مجموعه تعليمات يعني او اجراءات او بروسيدرز يعني لو انت عملتها توصل للبرفكت. نقطه بقى مهمه هي المنافسين. المنافس يعني المنافس ده اللي هو انا جيت انا اشتغلت يا جماعه انا النهارده فتحت مشروع او عملت شركه اسمها يعني شركه كونستراكشن. شركه الكونستراكشن دي بقت شركه كبيره وموجوده في مصر مثلا او في السعوديه. هبدا اشوف مين هم المنافسين وايه الكي بي ايز اللي بيستخدموها. طيب الموضوع مطلق خلي بالك وانا بتكلم في مصادر الاختيار مش معناها ان انت هتكون هتاخد الكي بي اي من المنافس وتاخدها على طول. لا الكلام ده ما ينفعش. احنا بنقول ده مصدر الاختيار يعني هنحطها معانا واحنا شغالين فيما يسمى بالايه ورشه العمل. فوجود المنافس او الكلام عن المنافسين اهميته انك هتبدا تستشف منه بعض الكي بي ايز اللي بتحقق بعض الاهداف بما انكم في مجال واحد في فيلد واحد ليكوا اهداف متقاربه خاصه ان انتم منافسين يعني التنافس هنا يعني عندكم اوبجكتيفز متقاربه فلذلك هيبقى اقرب الظن ان في كي بي ايز متقاربه فهنا هيخليك انت تستعرض الستاندرد او بالظبط كده. وده احيانا بيبقى مصدر من مصادر البنش ماركينج هو المنافس. انا عايز بنش ماركينج يعني مصدر خارجي او حاجه انا هاخدها بالنسبه لي ك بيز لاين او بنش ماركينج ده بالنسبه لي هو ده هيكون الايه المنافس او الكومبيتيتورز هيكونوا مصدر من مصادر الاختيار لمؤشرات الاداء الرئيسي. طيب ايه تاني؟
القوائم الخارجية أو ما يسمى بالكي بي آي ليست، اكسترنال كي بي آي ليست. لما نيجي نشتغل بقى يا جماعة، واحنا قايلين ايه، جالك مكتب استشاري وقال لك بص يا باشا انا عندي شوية كي بي آيز للسياحة، راح جابها من كي بي آي سمارت اللي هو تبع الكي بي آي، عندهم مجموعة مؤشرات حوالي 25,000 كي بي آي. في موقع تاني، موقع من المواقع اعتقد كنت وديتهولكم حطهولكم في الجروب، عندهم مش عارف كام الف برضو كي بي آي، ويجي قال لك والله انت هتشتغل في كده خد القوائم الخارجيه. احنا قبل كده سمينا دي اسمها كي بي اي اون شيلف. يعني ايه شغل كي بي اي اون شيلف؟ يعني بالدرج. حصلت في شركات كتير، بعض الشركات كان بتروح تبيع كي بي ايز، توقعاتكم ايه لشركه بتشتري كي بي ايز وبتستخدمها على طول؟ ايه التوقعات؟ شركه بتشتري كي بي ايز وتستخدمها، طب تحسب بقى الحديد المنصرف، تحسب الشغل اللي موجود، تحسب الفلوس اللي عندي، العماله اللي عندي، ايه اللي ايه اللي ايه اللي إيه. مفيش قياس للاداء، مفيش تحقيق اهداف، من الاخر مفيش قرارات اصلا. الكي بي اي، الكي بي اي بيقيس هدف. طب انا باخد الموضوع من تحت لفوق، يعني بروح اجيب الكي بي اي واعمل له هدف؟ لا طبعا، فالتقييمات غير حقيقيه، عشوائيه، ما بتؤديش تحسين اداء، ما بشوفش منها، ما بشوفش مشاكلي فين. الله ينور عليك، لانها بنيه وامكانيات واهداف مختلفه. عارفين عاملين زي ايه؟ احنا يا جماعه كافراد اهدافنا مختلفة. محمد عصمت حابب موضوع الشهادات الاحترافية مثلا، بفترض، فقعدت باخد بقى بي ام بي وباخد كي بي اي وباخد مش عارف ايه. ممكن انا الشهادات الاحترافية بالنسبة لي هشتغل بيها كمحاضر، يعني انا هدفي اني ابقى محاضر في الاجزاء اللي انا اشتغلت فيها اداريا، عايز اقوي نفسي ان انا ابقى محاضر في النقط دي. فروحت عملت ايه؟ باخد كورس البي ام بي وخدته، يعني خدت كورس كي بي اي وخدت كورس ريسك مانجمنت، ده عشان ادرسهم. واحد تاني قال لك ايه؟ لا محمد عصمت عمل كده، انا هعمل زيه. فخد البي ام بي وخد الكي بي اي وخدت الـ. طب انت بتشتغل فين ولا ايه هدفك؟ لا والله يا جماعه انا هدفي ان انا اشتغل في المكان بتاعي، اهدافي ان انا افتح محل، اهدافي ان انا، اهداف مختلفه تماما. فالمؤشر بتاعك ده خطأ، لأنك خدته من غيرك اللي أهدافه مختلفة عنك. فدي من النقط الهامة اللي احنا ناخد بالنا منها، ما ينفعش تاخد external list أو قوائم الخارجية، لكن ممكن تأخذها وانت بتعمل ورشة العمل بتاعتك كأحد الريفرنسز أو النقطة. بس ممكن تبقى ثوابت وناخد منها اللي محتاجه، عارف، هنحطها جنبنا كده، هنحطها جنبنا بس ما اشتغلش، يعني ما اخدهاش كده عيني هنا، احطها جنبنا. يعني اقول ايه؟ البي ام بي تحقق اهدافي؟ وانت ايه اهدافك اصلا؟ اهدافي ان انا اشتغل في شركات مالتي ناشونال. هي شركات المالتي ناشونال بتقول انك لازم تكون معاك 65 بي ام بي؟ اه طبعا، ده حطينا دلوقتي اساسي، خلاص يا باشا خد البي ام بي. اه لا، انا هشتغل في شركات يعني مستوى اول مثلا في المقاولات. بالظبط، بيشتغل في الجهاز قبل من الشركه دي. اه لا، مش مشترطين خالص ان انا اكون، اهم حاجه بتعرف تعمل الشغل. فالشهاده دي اهدار لفلوسك، والمعلومات دي انت مش محتاجها، يمكن يكون محتاج حاجات اهم. انت راجل تكنيكال ومركز في التكنيكال، خدت شهاده زي البي ام بي، اهدرت مجهود كبير، ما بتحققش الاهداف بتاعتك. بس فهي دي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها في القوائم الخارجية. دي كانت المصادر. تعالوا كده نشوف مع بعض، نقلب كده. هنزلهم ان شاء الله يا فرنسا. لينك ايه؟ يعني نزل الماتيريال كلها ان شاء الله بعد الحضرة. ما كانش نزل قبل الحضرة.
طيب تعالوا نبص على النقطه دي او اللي بيلخص لي المصادر بتاعتي او ايه المدخلات اللي موجوده معايا اللي انا بعتمد عليها اساسا في وانا بجمع الكي بي ايز او بشتغل عليها ككي بي ايز. قالك والله بص اول حاجه تعالوا نبص كده برايمري واكسترنال. اول ناس خلي بالكوا في برايمري وفي سكندري، يعني اللي انا هعتمد عليهم بشكل رئيسي كبرايمري في جزء انترنال داخلي وفي جزء اكسترنال. يعني ايه برايمري انترنال وبرايمري اكسترنال؟ يعني النقط الرئيسيه اللي انا هعتمد عليها بشكل اساسي وانا بشتغل الكي بي اي هيكونوا عندي هما البرايمري. طيب اول نقطه في الانترنال، خلينا في الانترنال الاول، مين هيكونوا معايا؟ الله قال لك الفرونت لاين امبلويز انبوت، زي ما قلت لكم الموظفين اللي شغالين في المكان اللي يقدر يقدر يظبط لي ويعرف لي المعدل نفسه هو ايه والكي بي اي والمؤشر هو ايه وايه اهداف المكان نفسه، بلس الانبوت بتاعت المانجرز اللي احنا قلنا ان مدخلاتهم هتكون اساسيه معايا وهم ناس انترنال، بلس البورد انبوت. ده في ثلاث مستويات هيكونوا انترنال عندي هيشتغلوا معايا: مجلس اداره شركه السياحه، مديرين الفروع بتاعت شركه السياحه، الموظفين اللي شغالين مندوبين السياحه والمرشدين. دول هيكونوا موجودين معايا بشكل برايمري اساسي في نفس الوقت هم من النقطه الداخليه. طب مين تاني اساسي في برايمري اكسترنال؟ السبلايرز انبوت، الشركات اللي هتكون معانا سبلايرز وليكن موردين الاطعمه بتوعنا، وليكن الشركات اللي هي بتجيب لنا الاتوبيسات، فنادق احنا نتعاقد معاها، سبلايرز من هيكونوا شغالين معانا، لازم ان انا ابدا اتعرف معاهم او اخد معهم منهم كانبوت، ناخد منهم معلومات على الكي بي ايز او على مؤشرات الاداء المهمه. انتوا كسبلايرز يهمكم ايه؟ ايه اللي انتوا طالبينه مننا علشان تشتغلوا كويس؟ ايه اللي طالبينه مننا علشان توصل في الميعاد؟ والله احنا طالبين منك سبلاير انك تفتح لي خطاب ضمان قبلها. طب خلاص هنبدا نشوف والله كل خطابات الضمان بتفتح في المواعيد ولا لا؟ مطلوب منك ان يكون في ايميل رسمي، هل الايميلات بتتبعت في الميعاد ولا لا؟ فلازم السبلايرز دول ليهم مجموعه من الريكويرمنتس. الريكويرمنتس دي او المتطلبات هتكون انبوت معايا كبرايمري، هيكون معلوماته مهمه جدا جدا وانا بعمل الورك شوب بتاعي. هيكون برضه من الحاجات المهمه الكاستمرز. الكاستمرز مثلا اللي مهتمين بالمواعيد او مهتمين بتعدد اماكن السياحيه اللي هم هيشتغلوا في اللي هم هيجوا فيها او اماكن جديده عايزين يشتغلوا عليها. كل ما الكاستمرز بداوا يحطوا طلباتهم والريكوست بتاعتهم هيكون ده بالنسبه لي انبوت علشان ابدا احط منها كي بي اي هشتغل عليها. بلس بقى الناس الخبراء اللي احنا اتكلمنا عليهم هيكونوا اكسبرت، هيكون فيهم ادفايس، والله انت لازم تحط مؤشر اداء معين علشان يشتغل بيه في ويتورد حاجتك ويتورد كل حاجتك للسياح في الموعد بتاعهم، وكل الاسئله اللي كانت في المنتديات النقاش لازم هتكون دي البرايمري. طب ايه بقى الحاجه اللي هتكون سكندري او هتكون الحاجه اللي انا لازم ابص لها بس هيكون يعني نقطه في سكندري انترنال؟ كل شركه ليها استراتيجيك ديفلوبمنت بلان، خطه استراتيجيه. كلمه خطه استراتيجيه بتحمل معنى انها طويله المدى. بيقدروا الخطه الاستراتيجيه انها من 3 لـ5 سنين تقريبا. هتكون دي نقطه، يعني هتكون دي سكندري هتبص لها. انوال بزنس استراتيجيك بلان، البيزنس استراتيجي بلان السنويه، التقارير السنويه هتبص عليها كمان،
الانترنال اوبريشنال ريبورتس، كل التقارير الداخليه للاوبريشن هيكون معانا بشكل سنوي للايه الجزء بتاع الانترنال. من ناحيه بقى الاكسترنال، هبدا اراجع الريفيو بتاع الريبورتس بتاع الكمبيوتر زي ما قلنا، والكتالوجات زي كده بالظبط. لما حد يجيب لك معدلات الاداء للمعدات، فانت هتشوف الكتالوجات على الكتالوجات والمواقع الاونلاين كاتالوجز والانيوال ريبورت بتاعت الاورجنايزيشنز الاخرى عشان تشوف فيها الكي بي اي ان براكتس. عايز اقول لكم على مثال قلت لكم في اول الدوره، في مجله جميله جدا جدا اسمها بيرفورمانس ماجازين، يعني المجله دي جميله جدا بتصدرها الكي بي اي، هتديك معلومات رائعه جدا على على البرفورمانس ميجرمنت بصفه عامه او بيرفورمانس مانجمنت. فهنا ممكن تكون المواقع دي، طبعا الموقع ده اللي هو smartkpi.com، ده بيكون فيه موجود كتالوجات او كي بي ايز لي يعني سمارت او مجموعه كي بي ايز كتيره. وان كان هيكون محتاج ان انت تكون ليك عضويه، يعني في ممبرشيب وكده وحاجات كده بفلوس، او تكون خدت دوره من الدورات بتاعته عشان تقدر تفتح الموقع وتدخل وتنزل فيه الكي بي ايز اللي موجوده في اي اندستري. محتاج النقطه ان انت تكون واخد دوره مع معهد الكي بي اي او انك تعمل ممبرشيب معاه، فدي هيكون بالنسبه لنا ده احد المصادر اللي انا هشتغل بيها. وكمان اللي انوال ريبورتس بتاعت الاذر اورجانيزيشنز هتكون برضو مصدر من المصادر الهامه جدا وانا بشتغل الكي بي اي. حد عنده تعليق او عنده مصادر اخرى احنا ما ذكرناهاش؟ السلام عليكم. عندي سؤال بس مهندس محمد جدلا، اتفضل. استاذنك بس، هي في الانترنال برايمري في هل هي كده مترتبه؟ يعني احنا المفترض من يعني اول حد اللي هو الفرونت لاين امبلويي وبعدين المانجر والبورد، ولا العكس؟ انا بتهيالي المفترض البورد الاول وبعدين المانجرز انبوت وبعدين الفرونت لاين امبلويي. يعني بص هندسه، هي مكتوبه بطريقه الليست، مش بطريقه الترتيب. يعني هي مش مترتبه كده، ماشي. لا بص، هي لو كانت مترتبه كانت حاطه لك بطريقه السهم، يعني لو في يعني الطريقه نفسها بتقول ان هي ليست، مش يعني ليست معناها ان الاول قبل الثاني والثاني قبل الثالث، مفيش اي مشكله. لكن هو جابها لك من تحت لفوق، يعني بالنسبه للشغل الوظيفي من تحت لفوق، فجاب لك الموظف وجاب لك المانجر وجاب لك ده لا يعني شيء. ثلاثة مهمين معايا، كل واحد فيهم يبقى له دور. مظبوط. بس ترتيب الادوار، يعني انا باخد الاهداف من البورد والاستراتيجيه، وبعدين المانجرز بيدوني البروسيس نفسها ازاي هعملها، وبعدين الفرونت لاين دولت باخد منهم فيدباك عن عن اليه العمل. يعني جميل، اللي انا فاهمه. الله ينور، ممتاز، جاي فكره محترم. هو مش قصد الترتيب، خلي بالك، هو مش قصد الترتيب، يعني مش قصد السبلايرز قبل الكاستمر مثلا في 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 الاكسترنال برايمري. لا، هو حاطط الليسته قائمه. باشمهندس صدرار بيقول لكم على الكي بي اي لايبرري، برضه موقع ادخلوا عليه، برضه من المواقع الجميله جدا، بيقولوا انهم مجموعه من الكتب برضه، يعني جميل جدا. شكرا يا استاذ محمد، جزاك الله خيرا. شكرا وياك يا فندم. طيب مين تاني عنده استفسار او عنده يعني تعليق حتى يعلق معانا كده يكلمنا؟ حد رفع ايده ولا لا؟ مصدر تاني من مصادر ممكن نشتغل بيه، عنده استفسار عن الحاجه قلناها؟ طيب الموقع ده، الموقع ده لسه انا حاطه في اول الجروب لو انت فاكر، في اول الجروب كان موجود كيب اي لايبرري، ولا قصدك حاجه ثانيه؟ الموقع كيب اي لايبرري كان موجود في اول الجروب، والله اعلم، كنت انا يعني حطيته. كي بي اي 17000، عندك كتاب الكتروني؟ لا، جميل جميل، تمام، حطه في، لو عندك كتاب نزله في الجروب يا باشمهندس، يعني يا ريت، شيء جميل حبيبي، ربنا يكرمك رب.
طيب يبقى كده احنا نرجع تاني نقول نجيبهم كده من الاول المصادر بتاعتنا. المصدر الاول هو ورش العمل، المصدر الثاني هو البورد او مجلس اداره، البورد المصدر الثالث والاداره، الرابع هو البيانات التاريخيه او الهيستوريكال داتا، رقم 5 هيكون مواصفات الصناعه والاندستري ستاندردز بتاعتنا، رقم 6 هيكون المنافسين او الكومبيتيتورز هيكونوا هامين جدا، القوائم الخارجيه او الاكسترنال ليست الكي بي ايز، اخر حاجه هو اتكلمنا عن الانترنال واكسترنال بتاعت ايه السبلايرز. طيب ندخل بعد كده مع المرحله الثانيه. كل ده احنا في المرحله الاولى، في مرحله ما قبل، احنا لسه في مرحله ما قبل بنحدد مصادرنا. انا عايز اعمل ورشه عمل، فببدا احدد المصادر، هاخد منين ومنين ومين هم المصادر اللي هشتغل بيها، ومين المصادر الداخليه، وايه البرايم، وايه اللي بالنسبه لي ثانوي او الدرجه الثانيه اللي هتكون موجوده، ايه اللي انا هاخده على طول، وايه اللي انا هبدا ان انا فلتره. كل ده بالنسبه لنا هيبقى دي مرحله رقم واحد، هي مرحله اللي هي قبل ما قبل الكي بي اي. ندخل مع مرحله الفاسيليتيتنج او المرحله الثانيه، هي اللي كده هندسه تمام، بيسموها الكي بي اي كلاسترنج، اللي هي مرحله التجميع، تجميع مؤشرات الاداء الرئيسيه. طيب بعد ما احنا عرفنا بقى الموضوع كده، محتاجين احنا نجمع مؤشرات الاداء الرئيسيه. تجميع مؤشرات الاداء الرئيسيه يعني بنبدا الغرض منها اول حاجه ضبط المؤشرات مع الاهداف الاستراتيجيه. كل مؤسسه ليها مجموعه اهداف استراتيجيه، فانا ببدا اشوف والله المؤشرات دي بتشتغل معانا ازاي، وتحديد بقى الجاب او المؤشرات المفقوده او الشيء اللي انا عملته. يعني النهارده بعد بجمع المؤشرات فلقيت نفسي والله عندي مجموعه مؤشرات بقى من العناصر الخارجيه ومن الموظفين ومن الاداره العليا ومن كذا، فلقيت ان في الاخر ان في مجموعه او في جاب او في مسافه محتاجينها، فانا هبدا ان انا اشوف الجاب بالنسبه لي من خلال التجميع. التجميع هبدا اجمع من خلال بطاقات الاداء المتوازن. يعني ايه؟ يعني انا النهارده رحت قايل والله كاستمر ساتسفاكشن، يا ترى يا هل ترى هيكون في انهي برسبكتيف من اربعه؟ طيب الاون تايم ديليفري في انهي برسبكتيف من اربعه؟ فهبدا اسقط كل الكي بي ايز بتاعتي الى بطاقات الاداء المتوازن. فدي هتبقى النقطه الاولى اللي انا ابدا اظبط ما عندي. رقم اثنين، هبدا اشوف ايه الاهداف او ايه الاوبجيكتيفز، فاشوف الاهداف الذكيه او الاوبجيكتيفز اللي موجوده عندي في البروجكت بتاعي. ثم ابدا اشوف لوحات الداشبوردز اللي انا هبدا احسب بيها لوحات التحكم والعرض. دي بالنسبه لي هبدا ان انا اعمل كلاسترنج وهجمع كل البروسيس بتاعتي او اللي انا هشتغل عليها في الداشبوردز. ومخطط تدفق القيمه ده اللي هو بالظبط ما يسمى باللوجيك موديل. طيب جميل. النهارده عايز اقول لكم على نقطه او نتكلم عن نقطه مهمه قوي، هي هل في رايك مؤشرات الاداء كل ما عددها كبر بقت افضل، ولا كل ما عددها اقل بقت افضل؟ يا ريت نتناقش في النقطه دي. اتفضل المهندس وليد. وليه هو انا بس يعني يعني كمثال عندنا مثلا في بالنسبه ان انا عشان اعمل كي بي ايز، ان مثلا انا بيبقى عندي في اهداف استراتيجيه على مستوى المنظمه او على مستوى مثلا فيها حكوميه معينه. الجهه الحكوميه دي الاهداف بتاعتها بتنزل على مثلا وكالات، فبتبدا تزيد عندي الاهداف. يعني ممكن هدف واحد من اهداف المنظمه الحكوميه دي بيحققها مثلا اكثر من هدف في الوكاله نفسها، وتبدا تنزل كمان على الادارات، فبيبدا يكتر يعني يزيد كمان عدد الاهداف.
انا كلامي للمؤسسه نفسها، المؤسسه نفسها. ما طبيعي جدا لما بنبدا يعني ده لسه هنتكلم على نقطه حته ان احنا نعمل عمليه تنزيل، يعني هنبدا ننزل كاسكيدنج، بيسموها كاسكيدنج للكي بي ايز، ننزلها بقى في الاداره وبالاداره للافراد. ده طبيعي جدا ان هو يبقى فيه كتيره، بس انا بتكلم على المؤسسه كي بي ايز مؤسسه مش كي بي ايز اداره. ايوه على مستوى بقى المؤسسه، يعني انا اشوف ان يعني كل ما تكون الكي بي ايز مش كتيره يعني يكون افضل يعني. طيب جميل، العدد المتوقع يعني بالنسبه لك يعني ماكسيمم كام؟ يعني اشوف ان يعني 5 كي بي ايز يعني كويس يعني. لا فيو قليل قوي، قليل قوي، بس قليل قوي يعني. كانت مؤسسات كبرى او مكان كبير. الموضوع نسبي كمان، ده ما فيش اي مشكله. كلامك يعني حضرتك ممكن تكون بيتكلم في مؤسسه معينه او استثمار معين، لكن لا مش يعني بتبقى اكتر من كده طبعا، اكتر من كده. طيب تمام يا باشا، الله ينور، ربنا يبارك فيك. طيب مين تاني يكلمنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. هو زي ما حضرتك قلت هو نسبي وحسب الاهداف نفسها، يعني احنا حسب الشغل نفسه، حسب التارجت والاوبجكتيفز بتاعت الاداره نفسها. يعني انت زي ما قلت حضرتك كاسكيدد، لو شركه كبيره مثلا زي شركه الكهرباء المصريه او شركه الكهرباء السعوديه، الكي بي اي كتيره جدا، بس ايه كل اداره ليها جزئيه خاصه بيها، يعني ليها الكي بي ايز الخاص بيها حسب الشغلانه بتاعتها، حسب الشغل اللي بيعملوه، حسب الاهداف اللي مطلوبه منهم. لا تكون كبيره قوي ولا تكون مشكله. طب ايه المشكله في الكبيره؟ ايه المشكله في الكبيره؟ يعني لو انا شركه صغيره كهرباء عملت 50 كي بي اي، عملت 50 كي بي اي او 60 كي بي اي، هنضيع المضمون كده. يعني انا شايف هنضيع المضمون، هنقعد على ما نقيم حد هنلاقي حاجات كتيره قوي، فبنلاقي نفسنا في الاخر تايهين مش عارفين نقيمه صح. يعني تمام. يعني لو كبيره قوي يعني عشان تقيم موظف مثلا على الكي بي ايز الكتيره دي، يعني في الاخر هتلاقي نفسك تايه يعني. ما انت تمام مركز على الاهداف بتاعتي، هو ده الافضل، وما تكونش كبيره قوي ولا تكون قليله قوي، يعني ما يكونش عددها كبير ولا عددها قليل، يعني نسبيه زي ما حضرتك قلت. الله ينور عليك. تمام. طيب مين تاني؟ شكرا. اتفضل. باشمهندس عبد الكريم كبير. السلام عليكم باشمهندس محمد. ازيك يا سمين؟ مين معايا؟ عبد القادر مع حضرتك. اهلا باشمهندس عبد القادر، ربنا يبارك فيك. هو انا هنا يعني تقريبا بحس ان موضوع الكي بي اي بيعتمد على مدى شموليته للجول نفسه، يعني لو انا جول معين شايف انه يحتاج اكتر من كي بي اي بحطه، بحس ان انا اغطي كل الجولز المطلوبه، يعني بحس ريجارد لعدد الكي بي ايز اللي هتطلع، اهم حاجه تكون مغطيه كل الجولز والاوبجكتيف اللي الاداره العليا عايزاها او اللي هي اتحطت واتفقت عليها في الاول. طيب إيه، طب لو الكي بي اي قليله ايه المشكله اللي عندك لو عددها قليل؟ انا بحس ان عامل 6 يعني هي زي ما قلنا الكي بي اي في حد ذاته كعدد، انا بحس ان هو لو عدد 5 6 هو بيعتمد هو حقق التارجت او بيكفر التارجت اللي انا عايزه، الجولز اللي انا، فهو يبقى حقق الاتشيفمنت اللي انا عايزه. انا اقدر اشوف اداء المؤسسه عن طريق الجولز اللي هي عايزه تكون بتبص عليها او الاستراتيجيه اللي هي عايزه تبص عليها، بحيث ان الكي بي اي تكون قليله وتغفل بعض النقط، او تكون كتيره قوي وتضيع المضمون اللي احنا عايزينه منها. محمد ابراهيم ولا محمد جاب الله؟ السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا هندسه؟ الله يسلمك. طيب الكي بي اي معتمده عليها. تمام 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 تمام، الله ينور يا باشا، الله يكرمك. شكرا. طيب نقرا بس الناس قالت ايه في الشات برضو. نقرا بسرعه كده، بسرعه الناس قالت ايه.
كل ما كان عددها اقل عشان اقدر اتابع الاداء. شيماء تمام. كل ما عددها كبر تكون ادق في التقييم لك. تمام. طبعا الكلمتين دول يعني كل ما عددها اقل عشان اقدر اتابع ده معنى ان انا لو انا عندي 30 او 35 طبعا يا جماعه احنا عايزين نقول ايه؟ الاداره العليا لو قعدت تبص على حاجات كتير هتتشتت، يعني هيحصل نوع من انواع التشتت. فلذلك الخبراء بينصحوا ان ما يزيدش عدد الكي بي ايز لمؤسسات كبيره جدا 25، يعني استاذ دراي بيقول لي 30 ماشي، كل يعني 25 30 دي الرقم الارقام اللي بيوصى بها يوصى بها. احنا طبعا مش بنقول ده ستاندرد، بنقول ان ده رقم بيوصى به في الشركات الكبيره كمان العالميه المالتي ناشونال بنتكلم فيها. لكن فعلى طب اكتر من كده؟ لا اكتر من كده كتير جدا، اكتر من كده هيبقى في شك، تبقى في عدم وصول يعني عدم انتباه للشيء المهم. خلي بالك لما انت تكون عندك حاجات كتير قوي مش هتركز على المهم، لانك هتركز على كل حاجه هتتوه هتشتت. طب النقطه لو قليل، لو قليل ومغطي كل الجوانب الاربعه بتوع البالانس سكور كارد باهدافهم الاستراتيجيه مغطيها سير كل يا باشا خلاص اتغطت. بعد ما احنا اشتغلنا وقعدنا وعملنا ميتنجز واشتغلنا فطلع في الاخر هم 10 هم 11 هم 12، احنا مش بنحط عدد معين. زي ما بقول ديبند اون اند فايف كليرلي ذا كوست. طبعا بالظبط كده الكي بي ايز اقل تمام بصفه عامه قال عدد المؤشرات كان عددك حسب الاهداف بالظبط. المنصوص دراج بيقول لك على 30 برضه نقطه مهمه بيقولها لنا مهندس عمر، العدد الكبير بيحتاج لجهد وتكلفه. طبعا لكن لو الجهد والتكلفه دول مهمين زي الفل، انما لو الجهد والتكلفه دول اللي موجود. عدد المناظير بتاعت الاداء بالاهداف اللي موجوده في المناظير، يعني مثلا المناظير اللي موجوده كده كده في الطبيعي ان احنا يكون عندنا نفس الاربع مناظير، بس هي القضيه ايه الاهداف اللي موجوده؟ ممكن يكون في منظور واحد في ثلاث او اربع اهداف على سبيل المثال، يعني ثلاث اربع اهداف مهمه جدا، وفي منظور ثاني له هدف او اثنين على حسب. بالظبط كده، برافو عليك. اللي هي حكس ان احنا حسب كده اللي هو بيديني يعني نتائج حلوه باقل تكلفه. من الاخر برضو فكره الكي بي اي هي فكره الاندستري بصفه عامه هي فكره اقتصاديه، ان انا بحاول ان انا ما بذلش مجهود كبير وفي نفس الوقت في الاخر الاوت كم او العائد بتاعي ما يكونش كبير. طيب المهندس عاطف بيقول لنا في مجال المقاولات تقليل التقليل كي بي اي سلاح ذو حدين، وبدايه مش حاجه اسمها تقليل الكي بي اي. هو تمام، هو تقليل الكي بي اي عددها معناه ان في جوانب مش هتبقى موجوده، احنا قلنا اهو، او تركز فيها ممتاز. هي بس هل عدد الكي بي ايز بيغطي ولا ما بيغطيش؟ هو ده المعيار. حته تقليل وحته ان انا اقلل او ان انا اكتر، لا دي حاجه نسبيه زي ما احنا قلنا، لكن بصفه عامه المفروض ما تبقاش كتيره قوي على حد زياده ولا تكون قليله بحيث ان هي تكون مستكفيه. زي ما كان الباشمهندس كده عاطف بيقول لك ان هي فعلا سلاح ذو حدين، لما تكون مش مكفيه وانا قللتها هتبقى في مشكله، ولما هتكون مكفيه وانا يعني زودت او اكثر فهيبقى في تشتت او في بروبلم. طيب ندخل بسرعه بقى او يعني على ورشه العمل. بالظبط كده، اهم حاجه يبقى مشتق من الاهداف الاستراتيجيه. برافو عليك، لازم تكون السلسله موجوده. في اهداف استراتيجيه بشتق منها مجموعه الاهداف بتاعتي او الاوبجكتيف سمارت اوبجكتيفز اللي هم بيبداوا يدخلوا لي موضوع مجموعه الكي بي ايز اللي هم بيكفوا النقطه. النقطه المرحله اللي بعد كده هي فاسيليتيت الكي بي اي سيلكشن. يلا بقى الخبير الاستراتيجي او المكتب الاستراتيجي اللي موجود يبدا يعمل يقيم ورشه العمل اللي عندي. قال لك والله انا عندي اهداف لورشه العمل دي. انا ليه بعمل ورشه عمل؟ الاهداف. اول هدف هو المشاركه او المساعده. ده مصطلح كده هكتبه لكم. بنسميه بالانجلش كده يعني الباي ان.
سكيل باي ان لكل ساهم وشارك زي ما قلنا الاداره والموظف والبورد. فانا انا من الاهداف الكبيره اللي انا اختار مؤشر ده ان يحصل مشاركه. طيب الوقت لما ايه فوائد، حد يقول لي ايه فوائد ان الموظف يشارك في ورشه عمل اختيار مؤشر الاداء؟ ايه الفوائد يعني؟ مين يقول؟ ارفع ايده. ايه الفايده من اخلي الموظف يشارك في اختيار مؤشر الاداء؟ ده ايه ده يا عم؟ ايه الجمال ده؟ ايه الشركه الحلوه دي؟ بالظبط ايه الفوائد؟ هو عارف ايه الموجود؟ ايه الفايده بقى يا باشمهندس دراسه؟ اتفضل يا باشا. الو مهندس احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الكوميتمنت الالتزام ومراعاه تنفيذه والاقتناع بيه لانه كان سبب في وجوده في التجهيز دي واعداده وكده. بالظبط كده. اولا بالظبط انت الزمته يا باشا. ليه؟ هو اللي مختاره. تخيل بقى، معلش انا اسف يعني، ناخد بقى الفكره العاديه. انا مثلا وليكن هو حط ان هو الالتزام والمجهود في المكان او عدد تسليماته او عدد المواضيع اللي بيخلصها في خلال 3 ايام وتاخر، يقدر يتكلم ولا يقدر يتكلم؟ بقى انت اللي حاطه، انت اللي شاركت فيه. انا فاهم الكي بي اي مش بنحاسب عليها، بس كان انا بقول بصفه عامه ان هو بالنسبه لنا بيبقى التزام. هو اختار، فلن يشعر بالظلم اذا كان في جزء في قياس لادائه او حصل بعد كده في بروبلمز معاه او كده. فهو بالنسبه له المشاركه بيخليه اكثر قناعيه بوجود الكي بي اي نفسه بتحديد الاهداف الاستراتيجيه. تمام. الثقافه، بالظبط الثقافه اللي موجوده كونك، ودي حته هامه جدا. الشركه فيها ثقافه الكي بي ايز، فيها ثقافه البرفورمانس مانجمنت او البرفورمانس ميجرمنت، كل دي ثقافات. ودي اتعمل احصائيه في احدى الجامعات في كندا، اتعمل فيها ان هو بس اتعرف او اتقال لهم ان احنا عملنا كي بي ايز وهتشتغلوا عليها، تحسن الاداء اعتقد بنسبه 15%. يعني كنت ناسي بس الاحصائيه دي، حوالي 15% تحسن في الاداء لمجرد ان اتقال ان هو بقى في كي بي ايز او في مؤشرات اداء موجوده. فما بالك ان هم بيشاركوا في اعدادها شخصيا. طيب مين تاني اتكلم؟ مهندس عاطف اتفضل. الجميع بيقيم بعض، برافو. هو بقى بيحط المعايير، بس في حاجه هندسه. اتفضل يا باشا. ده هندسه. انا اخترت موظف، تمام؟ بس يكون موظف كفء، مش موظف اسف اللفظ، يكون يعني ما عندوش تحفيز ان هو يشتغل. اكيد طبعا، اكيد. ما هو خلي بالك حضرتك، دور الموظف مش هيبقى دوره، مش قراره نهائي. هو هيقترح وفي مجموعه موجوده وفي تصعيد للكي بي ايز دي ومدى جديتها ومدى فعاليتها. وبناخد بالنا المنظر عارف بيقول حته مهمه قوي يا جماعه. في حاجه يا جماعه في ورش العمل بتسميها البايس. البايس يعني اللي هي ايه؟ الانحياز. يعني ممكن الموظف يبقى هو هيحط لك كي بي ايز تريحه، او كي بي ايز تساعد على الكسل. بالظبط كده، بالظبط كده. ليه؟ لانحيازه. هو منحاز للفكره دي، الفكره دي بالنسبه له هي بتحقق له الاهداف. فلذلك حتى ما دي صعوبه الفاسيليتيشن. صعوبه الفاسيليتيشن ان انت ازاي تقود المجموعه دي كلها وتطلع منها براي جديد. دي نقطة مهمة جدا. اللي هنا قالوا كلام بالظبط كده المهندس الدكتور صدرار، بيقول لك الاستشاري يتدخل. طبعا طبعا. أولا أنت لازم أصلا ما تاخدش الآراء كلها كده، لا ده في جماعة، في مجموعة من الناس المتفقين والأمر هنا لا ما ينفعش، في اكسبرت موجودين معانا مع الموظف بيقول لك لا ده ما ينفعش إن ده يكون كي بي أي، لأن ده ممكن يساهم الموظفين تزوغ، الموظفين ما تديكش الإنتاجية المطلوبة، في بروبلمز موجودة في البروسيس نفسها، تعطل البروسيس ويحصل مشاكل، كل ده محتاج. في نقطة مهمة قالها لنا مين قالها لنا يا جماعه؟ مهندس محمد يوسف، يبقى عنده احساس ان هو غيره ليهم تاثير في بلوغ الهدف. يعني احساسه بالتاثير ده مهم قوي. اللي انا كمان بقوله
بيرفع اللويالتي. ايه اللويالتي؟ الانتماء. الانتماء ده احد الفاليوز اللي بتخلي الشغل يعني او انت وانت بتشتغل تؤدي اداء او بيرفورمانس، تزود البيرفورمانس بتاعك. ايه رايكم؟ اللويالتي فعلا مهمه ولا حد راي تاني؟ مهمة أكيد، بترفع من إحساسك إن الموضوع ده في المكان، إحساسك إن هو المكان بتاعك ده بيرفع. بالظبط كده. مين أكتر ناس مهتمين باللويالتي أو بالانتماء؟ الشركات مين؟ أي شركات؟ جنسيتها إيه؟ الياباني. يعني الشركات الياباني ثقافة موجودة عندهم. بالظبط، شركة آسيا منها الياباني. يعني ان هو يقول لك اللي بيسموها ايه؟ جوب فور لايف. فمن جوب فور لايف يقول لك والله احنا بنديك اسهم في الشركه. فالراجل يبدا بالنسبه له يشتغل ستيبل. بلاش كوره عشان معانا زملكاويه، اكيد معانا زملكاويه، العدد كبير. تمام؟ فيبقى اللويالتي او الانتماء بيزيد في بالجوب فور لايف او بان يكون عندنا جوب اللايف كلها. بالظبط. لا، احساسك ان ده المكان بتاعك. وده طبعا من القيم والفاليوز اللي الشركات كتير بتحطها حتى في الشعارات بتاعتها، ان دي فاليوز لازم انا اكون موجوده معايا ودي بتزود البرفورمانس. فالمشاركه غير لما تجيلي بقى القرارات وكي بي ايز محطوطه عندك وانت ما شاركتش فيها. ربط تحقيق كي بي اي بالتحفيز والمكافات. بالظبط كده، ان انا بربطها من خلال مشاركه الناس واعطاء الناس لخبراتهم. والناس لما بتحط الخبرات بتاعتها طبعا المشاركه دي هتبقى هامه جدا جدا. ممكن المشاركه بتخلي فيه معوقات محدش في الاداره العليا عارفها، او تبين مشاكل نبدا نحلها من خلال المشاركه. كل ده حاجه مهمه جدا جدا في المشاركه. النقطه الثانيه هي تجميع الرؤى الذكيه او اللي هي بيسموها انتليجنس انسايتس كولكتيف. ليه انتليجنس انسايتس؟ ليه بقى اللي هي يا جماعه الرؤى الذكيه؟ الكي بي ايز او ورش العمل او الفاسيليت ورك شوبس اللي موجوده، انت بتبدا تعمل عمليه انوفيشن، بتبدا تظهر ان في رؤى ذكيه تخرج بره الصندوق اوت اوف بوكس، تظهر لك افكار جديده واهداف جديده. يعني احنا ممكن نخرج من الورشه بهدف من الاهداف اللي بتخدم هدف استراتيجي احنا عمرنا ما كنا نعرف عنه حاجه. الهدف ده يعني الاهداف او الرؤى الذكيه نفسها ممكن تطلع لنا اهداف جديده، مش طلع لنا كي بي ايز، طلع لنا اهداف احنا كنا واخدين بالنا منها. ف الرؤى الذكيه او المستويات المختلفه والانوفيشن والابداع ده امر موضوع، او فكره تقليديه بيتم تطويرها. برافو عليك، تمام. يبقى الرؤى الذكيه يا اما هتطور فكره تقليديه، يا اما هتظهر بفكره جديده، يا اما تجيب لي هدف ما كانش موجود. كل ده محتاج او من الاهداف اللي انا بشتغل عليها وانا بعمل ورشه عمل اختيار مؤشرات الاداء الرئيسي. رقم ثلاثه الليرنينج بقى. الليرنينج او التعلم. لا، احنا بنتعلم حاجات كتير قوي في فرش العمل دي. الفريق نفسه بيتعلم. بيتعلم الجماعيه. بيتعلم معلومات ما كانش يعرفها. ممكن يعرف حاجات عن الخطه الاستراتيجيه ما كانش عنده اي فكره عنها. ممكن الاداره او الاداره العليا تبدا تشوف مشاكل في التشغيل ما كانتش تعرف عنها اي حاجه. ليه؟ حصل برين ستورمنج. بدات والله ناس بتوع الاداره يبدا يقول لك والله ان في شركات اللي بتعمل لها اوت سورسنج او بتجيب مقاول باطن يشتغل معايا، المقاول ده بيعمل لنا مشاكل في يعني ما بيديناش خبراته او 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 ما بيحصلش تبادل معرفه. فنبدا نعمل ايه؟ كل ده تبدا بقى الخطه الاستراتيجيه او الناس اللي فوق يبداوا يعرفوا لما يجيبوا مقاول يبقى ضمن من اهدافهم هو تعليم الموظفين بتوعي. يبقى وانا بحط العقد بتاعهم وانا بشتغل وانا بجيبهم، طب انت عرفت ده منين والليرنينج ده منين؟ من خلال الكي بي ايز اللي وضحها الموظفين اللي هم في الاداره تشغيليه، وضحوا لي فوق كاستراتيجيه فوق. فهنا
ده يعتبر طبعا من دورات تحسين الاداء اللي هي في ورشه عمل اختيار مؤشرات الاداء الرئيسيه، ودي فعلا تبادل المعرفه ما بين، كنا اتكلمنا احنا عن الفجوه اللي موجوده ما بين الاداره الاستراتيجيه وما بين اداره التشغيل والتيم تحت في حاجه، او الاداره الاستراتيجيه او الاداره العليا ليها احلام وليها اهداف وتحت ولا حد داري بالاهداف دي خالص. فبدا ان احنا نضع طبعا من ضمن العقد او نبدا نحط الرؤى اللي احنا اللي الناس شافتها من خلال الموظفين او الاداره اللي تحت من خلال البوست. طيب طب تعالوا كده نشوف اللي كده يا باشمهندس. نموذج كده الورك شوب الاجنده بتاعت ورك شوب، يا ترى هنشتغلها ازاي؟ اولا الورك شوب ده نموذج مقترح بروبوزد من معهد الكي بي اي او معهد الكي بيرفورمانس انديكيتورز او الكي بي اي انستيتيوت، معهد الكي بي اي. حطينا كده يعني زي اجنده خلينا والله نشتغل عليها ازاي. طيب قال لك والله الورك شوب انا بقترح يكون 240 دقيقه. 240 دقيقه ده يعني حوالي 4 ساعات. هنبدأ نعمل عشان نعمل الورك شوب بتاعنا اللي هنشتغل عليه محتاجين 4 ساعات. ومين موجود؟ هيبقى معايا بقى كل الناس التيم والمانجمنت وكده. اول حاجه هنبدأ والله نتكلم ايه؟ نقول ايه الاجنده بتاعتنا؟ والميتنج سكوب ريفيو. طبعا هنا يا جماعه الاجنده بتاعت الميتنج، اي مكان في الدنيا لازم ان انا ببقى عارف الاجنده بتاعته، هنعمل ايه في الميتنج او هنعمل ايه في الورك شوب والخطوات بتاعته. اول حاجه الاجنده والميتنج هنقولهم في 5 دقائق النهارده يا جماعه، عندنا 1 2 3 4. طيب تاني حاجه هنتكلم عن نيدز ريفيو. يعني ايه نيدز ريفيو؟ يعني احنا محتاجين ايه؟ ايه اللي احنا محتاجينه؟ محتاجين اداريين، محتاجين خبراء مفقودين، محتاجين الناس تتعاون مع بعض. يعني كاني هقول لهم احنا هنشتغل ازاي او احنا محتاجين ايه عشان يحصل. فانا هبدا اراجع هل النيدز كلها مطلوبه موجوده، سواء النيدز دي ادوات او النيدز دي خبراء او اقسام او مجموعه عمل او مكتب استشاري. انت متاكد ان كل النيدز، كل اللي انت هتحتاجه حتى فيما فيهم مثلا الستيكي نوتس انت تشتغل بيها، كل بتراجع ان كل حاجه موجوده، وهنا وحدد لها وقت حوالي 5 دقائق. تبدا بقى في الاول فايده بقى الترمينولوجي اند كي بي اي فورمات كلاريفيكيشن. بصوا يا جماعه احنا لازم لما نبدا الورك شوب ده يبقى انا وانتم بنقرا فروم وان بيج. يعني الوقت لما اجي اقول لكم مين هو الكي بي اي اونر تقولوا لي ايه؟ يلا نشوف كده مين يقول مين الكي بي اي اونر ده. انا بحاول ايه اراجع معاك اهو الترمينولوجي بتاعتنا. مين الكي بي اي اونر؟ ده سؤال ليكم. حد يرفع ايده؟ مسؤول عن ايه؟ طب مين مسؤول عنه؟ عن ايه؟ عن الكي بي اي؟ بمعنى ايه مسؤول عنه؟ بتعمله امبلمنتيشن؟ ايوه صاحب التخصص. تمام. يبقى الوقت لما اجي اقول كي بي اي اونر كلنا عارفين ان الكي بي اي اونر هو الشخص اللي انا بقيس عنده. الله ينور عليك، المسؤول عن تحقيق الهدف. فانا النهارده بقول اللي فيه مدير اداره الماليه، مدير اداره الصيانه، اللي عنده هدف اسمه الافيلابيليتي، ان دايما الوحدات تبقى متاحه او التشغيل متاحه. مين يا جماعه اللي هحاسبه؟ يعني بالاخر هو الشخص اللي هيبقى اكاونتبل، هيبقى محاسب. ده بيسميه كي بي اي اونر. طب اقول لك كي بي اي كاستوديان، مين الكي بي اي كاستوديان؟ كل الناس دي انا لازم ابقى عارفها قبل وانا بتكلم. مين الكي بي اي كاستوديان؟ اكتبها لكم كده. اتكلمنا عنها قبل كده.
كاستوديان استراتيجيك اوفيس او تمام مش طيب يبقى سيبنا يعني سنجد المكان بس بصفه عامه كاستوديان مين كاستوديان مجمع البيانات اللي بيجيب البيان يطلع بقى في استراتيجيك مانجمنت اوفيس اس ام او يطلع في اداره التقارير يطلع في اداره المتابعه في اداره الشؤون الفنيه في المكتب الفني في البي ام او يطلع زي ما يطلع في اي مكان من الاخر اللي هم بيجمعوا البيان يبقى هنا لما اجي اقول لك كي بي اي كاستوديان تبقى انت عارف ان هو بيجمع البيان او اللي هم مين دول اللي بيجمعوا البيان بتاعنا فدي ترمينولوجي لازم نكون احنا كلنا عارفينها لما اكلمك عن الاوبجكتيف واكلمك عن الكي بي اي واكلمك عن الانيشيتيف يعني ايه انيشيتيف دي ترمينولوجي يعني ايه انيشيتيف دورها ايه الانيشيتيف دي في الكي بي اي دورها ايه مبادره جميل يعني ايه دور الانيشيتيف في الكي بي اي تمام بالظبط انيشيتيف لما يحصل بروبلم الله ينور حل مشاكل وترميمها سد الفجوات يبقى عندي النهارده لما انا ما حققتش الكي بي اي ما عرفتش احققها فابدا احط انيشيتيف مبادره المبادره هدفها ايه اني ابدا ان انا احاول ازاي ان انا احقق التارجت او البنش مارك بتاعي خلال ايه البروجكت طيب ايه طيب والكي بي اي فورمات بقى طبعا احنا عرفنا بقى ان الفورمات او النماذج اللي احنا بنشتغل عليها او التنسيق بتاعها هيبقى اوضح الكي بي اي فورمات هقول لكم والله المستند الفلاني ده هنشتغل بيه وابدا ان انا اعرف كلاريفيكيشن ليه الخطوه اللي بعدها ودي طبعا دي استغرقت 10 دقائق تعريف الترمينولوجي كلها اللي هتكون موجوده عندي في البروجكت هبدا اعرف كل هقول لكم يعني ايه بقى اللوجيك موديل يعني ايه البالانس سكور كارد هبدا اتعرف في كل المفردات اللي موجوده معايا هبدا والله بعد كده بكلت ساعه اقول لك ايه السليكشن بروسيس والتول ريفيو يعني هبدا اعمل عمليه مراجعه للبروسيس اللي انا هشتغلها في السليكشن يبقى يا جماعه هنقول والله ان احنا هنعمل ريفيو يبقى معانا كذا معانا الاداره الفنيه معانا المكتب الفني اللي هنشتغل بيه معانا المجموعه اللي هتشتغل عندنا البروسيس بتاعتي وراجع عليها في هتاخد معايا حوالي 20 دقيقه دي اول النقطه اللي هي الكونتكست الاولانيه ثم سامبل value flow analysis ال value flow analysis ده المسمى الاخر لل logic model value flow analysis ايه بقى ده فاكرين اتكلمنا عن logic model طب اسمه ليه value flow قال لك والله انا ممكن بقيس ال value بتاعتي عند ال input وال value بتاعتي في ال process والفاليو بتاعتي في الاوتبوت والفاليو بتاعتي في الاوتكم فبيسموه فاليو فلو اناليسيس او لوجيك موديل اللي هو بيتكون من انبوت بروسيس اوتبوت وفي الاخر الاوتكم فانا النهارده هقول والله هجيب سامبل عينه عشان اخدها كاذا موديل اشتغل عليها نبدا بعد كده نشتغل بقى في السليكشن اكتيفيتيز يعني خلاص النهارده كنت بنوضح كل ما يفرش الارضيه طب نبدا نشتغل ايه السليكشن اكتيفيتيز او انشيت سليكشن النقطه الاولى انتراكتيف فاليو فلو اناليسيس تيم اكسرسايز هبدا اعمل تمارين بتاعتي يعني ابدا ان انا اقول والله الهدف بتاعي بتاع الكاستمر ساتسفاكشن ده هدف اوبجكتيف عايز احققه يا ترى ايه المدخلات بتاعتي اللي هتكون معايا علشان اقدر احقق الموضوع فيبدا يقول لك والله الانبوتس اللي عندنا هي وجود فابدا اشوف والله الانبوتس المدخله دي الفلوس اللي بنصرفها المباني اللي عندنا الاتوبيسات الموجوده مدى جاهزيتها وابدا احط والله هنا 60 دقيقه ابدا ادور ايه المدخلات اللي عندي ثم البروسيس ايه اللي اقدر اقيس بيه البروسيس وصول الاتوبيسات في موعدها الخدمه الممتازه اللي موجوده طب بعد كده اخش في الاوتبوت بعد كده اوصل للاوتكم واحنا عارفين طبعا الفرق ما بين الاوتبوت اللي هو المخرج المنتج اللي بيطلع والاوتكم العائد
اللي هو بعد ما السائح يخرج وممكن بعد كده يجيب لنا زباين تانية او يجيب لنا كاستومرز تانية. بعد ما احنا عملنا الانتراكتف بقى الفاليو بقى ببدا اجمع كل الكي بي اي وول. يعني بيقسم الناس لمجموعات، كل مجموعه تعمل فاليو فلو اناليسيس للجزء اللي هم الخاص بيهم، ثم يبدا تجميع الايه الكي بي اي في وول واحده ايه معنا. تيجي بعد كده يبدا يعمل عمليه ليست ريفيجن بيزد اون فلترنج كريتيريا. يبدا بقى يا جماعه النهارده بعد المرحله اللي هي 60 دقيقه دي طلع عندي مثلا 40 كي بي اي، 55 كي بي اي، رقم كبير جدا. لما ضميت من المجموعات المختلفه اللي عملت الاكسرسايز ده وضميتهم مع بعض وحطيتهم في كي بي اي وول، بقيت ان انا احاول اعمل ايه؟ ارجعهم واعمل عمليه فلترنج، ابدا ارجعهم واحطهم على اهداف، ثم ابدا اشوف ايه هو المهم وهي الاقل اهميه. بعد كده ببدا ان انا اعمل ريفيجن بيزد اون فلترنج، ثم من خلال بقى 40 دقيقه خلاص خلصنا الشغل وطلعنا بقى درافت بايه الكي بي ايز اللي هنشتغل عليها. هبدا اعمل ريفيو للدرافت، هنبدا نراجع الدرافت بتاعنا. هياخد تقريبا لمده 20 دقيقه، ثم هنعمل انسرنج الكويشن، هنبدا نحل او نجاوب على كل الاسئله ايه من الكي بي ايز اللي طلعت عندنا وايه المشاكل اللي ممكن بتعوقنا، ثم نخرج بعد كده ايه لكريفايج النكست ستيبس، نخش بقى على ايه على الستيب اللي بعدها. ودي كده هنا هيبقى حوالي ايه يعني ال 240 دقيقه اللي موجودين معانا او الاربع ساعات. المغزى من النقطه هنا ان انا بشتغل الاول بجهز شغلي في المراحل الاولانيه، ثم ببدا اعمل السلكشن نفسه او الاكتيفيتيز بتاعتي من خلال الفاليو فلو اناليسيس اللي هو النموذج المنطقي اللي خدناه في المحاضره اللي فاتت. هو هنا كان عمل دور البطل. انا جبت الاول موديل، ثم بقى تعمل اكسرسايز متفاعل عن الفاليو فلو اناليسيس، ثم هخرج منها. وبعد ما هخرج من الوول بتاعت الكي بي اي اللي انا ضميت فيها الكي بي اي، هبدا افلترها وابدا احطها في البالانس سكور كارد او بطاقه الاداء المتوازن اللي عندي، ثم ببدا ان انا اعمل ايه ريفيو للدرافت بتاعي. طيب بكده نكون يعني خلصنا محاضره النهارده. خدنا النقطه الاولى اللي هي ازاي ان احنا قبل ما نشتغل، المرحله الاولى هي مرحله ما قبل البريبريشن، ثم اشتغلنا على ازاي بنعمل فاسيليتيت للكي بي اي سيلكشن، وايه مواصفات ورشه العمل اللي هنشتغل عليها. ان شاء الله المحاضره الجايه هنستكمل موضوع ورشه العمل، وهيبقى فيه يعني نموذج عملي شويه اكتر من المره دي، يمكن انا حاولت بس اثبت النظري عندكم. ثم المره الجايه ان شاء الله هنظبط كده نموذج عملي ناخد فيه خطوه بخطوه النقطه اللي فاتت، ثم ندخل بعد كده على الفولو اب كي بي اي سيلكشن، ازاي نشتغل على السيلكشن او الاختيار بتاع المتابعه.